محاضرتنا لهذا اليوم مثل ما قلت هي An Introduction to Oil Well Drilling Operations. المحاضر مهندس مثنى محمود إسماعيل، هو حاصل على بكالوريوس هندسة نفط جامعة بغداد عام 2002، عنده خبرة عملية في مجال عمليات الحفر والإكمال لفترة أكثر من 15 سنة في خصوص حقول محافظة البصرة، عمل خلالها مع شركات وطنية وأخرى أجنبية استثمارية وكذلك شركات خدمة عالمية. حاليا يعمل في شركة هالبرتن، هو مدير مشروع في شركة هالبرتن في البصرة. حاصل على عدة شهادات في مجالات مختلفة في عمليات هندسة الحفر، إضافة إلى عمليات السيطرة على الآبار ومهارات القيادة وشهادات أخرى في إدارة المشاريع. فيتفضل هسه أستاذ مثنى يباشر بالمحاضرة، وإذا عنده أي تعليمات أو أي شرح إضافي. أستاذ مثنى إذا تسمعني. نعم، شكرا جزيلا أستاذ واضح. تسمعوني إن شاء الله؟ الصوت واضح؟ بالنسبة لي واضح الصوت يمي. نعم أستاذ واضح. جيد، ممتاز. شكرا أستاذ الدكتور واثق على تنسيق والدعوة لهذه المحاضرة إن شاء الله اليوم. طبعا شكرا أيضا للحضور الكريم، للأخوات والأخوان. إن شاء الله نقدم فد محاضرة مفيدة. أنا بصراحة حضرت هذه السلايدات اليوم كمقدمة للصناعة النفطية، شلون بدأت وشلون اتطورت وليش اليوم ده نحفر احنا، شلون اتطورت هذه الصناعة، أنواع أبراج الحفر، أنواع الآبار، وفد نبذة مختصرة عن عمليات حفر. أنا تقريبا ما أخذها تقريبا يعني مختصرة من عملياتنا في محافظة البصرة أو حقول محافظة البصرة مع بعض المشاكل. فهذه السلايدات راح تكون لأي شخص إن شاء الله ينوي أنه يختص في مجال الحفر، راح تكون هذه مقدمة جيدة جدا إلى يفهم الأساسيات من صناعة الحفر، ومن يروح لأي موقع حفر أو أي أوفيس لعمليات الحفر ما راح يتفاجأ بعض المصطلحات وبعض الستاندردز والبوليسيز الموجودة. خصوصا طبعا هذه السلايدات مخصصة للأخوان الخريجين الجدد وقليلي الخبرة في مجال عمليات الحفر، فراح تكون هذه جدا مقدمة ممتازة إذا يتابعون وياي بهذه السلايدات. وأي أسئلة راح طبعا مثل ما تفضل الدكتور واثق راح تكون في نهاية المحاضرة، أفضل سجلها عندك في نوتس وإن شاء الله نجاوب على الأسئلة. فدائما أنا أبدي البرزنتيشن مالتي هذا الشيء، طبعا انا متقصد خليت اجنده وبعدين راح تشوف سيفتي مومنت. الاخوان لما تقدم اي شيء برزنتيشن دائما يفضل ان تكون هناك اجنده وراح تكون هناك سيفتي مومنت للبرزنتيشن، شيء جيد. فالاجنده لهذا اليوم هي خلينا نقول ثلاثه اجزاء. الجزء الاول هو مقدمه للصناعه النفطيه، صناعه الغاز والنفط، بتروليوم جيولوجي، أنواع أبراج الحفر أو أجهزة الحفر، ريك تايبز، ويل تايبز، أنواع الآبار اللي ممكن نحفرها، دريلينج بروجكت بيبر وورك دوكيومنتيشن، شنو اللي أحتاجه من البيبر وورك والدوكيومنتيشن حتى أحفر البئر، والأجزاء الرئيسية لللاند دريلينجز، يعني شنو الأجزاء الرئيسية لي أبراج الحفر اللي نستخدمها على اليابسة، لأن احنا نعرف أدنى في أبراج حفر في البحر أوفشور وأونشور أو بما نسميه اللاند دريلينجز. الجزء الثاني هو الدريلينج هيدروليكس، نبذة مختصرة، بعدين أدنى تحليل التورج أند دراج اللي يصير في الداون هول يعني بالويلبور نتيجة حركة السترينج دريل سترينج، بعدين عندي بي او بي بريشر تيست ريكويرمنت والدريل سترينج ديزاين كومبوننتس، جنرال انفورميشن معلومات عامه راح اعطيك يعني حلو انه تعرفها قبل ما نبدي بحفر البئر، الفرق بين ال او تي والاف اي تي اللي هو ليك اوف تيست والفورميشن انتجريتي تيست، ديفلوبمنت دريلينج اكزامبل يعني شلون نحفر بئر تطويري، انا مثل ما ذكرت عمليات متداولة نستخدمها في حقول البصرة تقريبا كلها نفس الشيء،
الجزء الأخير هو فد تيبس ونصائح لخريجين هندسة النفط ومهندسي الحفر شلون يتطور في وظيفته وحياته العملية. بعدين عندي خليت سلايد هوم وورك، وبالأخير عندنا open discussion و question، يعني open time for discussion question و answer. safety moment لهذا اليوم أو لهذه المحاضرة حتكون عن ال H2S غاز اللي هو الهيدروجين سلفايد. الهيدروجين سلفايد إخوان فد غاز جدا خطر وسام وكروزيف، يعني دائما نحاول إحنا نتجنب هذا الغاز في عمليات الحفر أو في عمليات الاستصلاح. هذا الغاز أحاول أتجنبه أنه ما يصير بي ليك للسطح، ما يطلع لي للسطح، وإذا طلع للسطح شون أحاول أقلل من مخاطرة أو أتجنب الانسيدنت سمارت، يعني لأن هو غاز مثل ما ذكرت خطر جدا، انفيزيبل غير مرئي، ممكن أنه يكون قابل للاشتعال عندما يكون تركيزه أكثر من 4%، أثقل من الهواء، لهذا يتواجد في الأماكن المنخفضة، جدا سام وكروزيف. إذا صار عندي H2S leak من واحدة من الطبقات اللي دا أحفرها ممكن تضرر لي الدرل سترينج، تقطع لي الدرل سترينج، ممكن تضرر لي الأجهزة اللي موجودة على السطح إذا صار يليك للسطح، فجدا الموضوع خطر. طبعا دائما رائحته مثل البيض الفاسد، احنا نقول الرائحة مالته. بمرور الزمن إذا أظل أتعرض لهذا الغاز حاسة الشم ممكن أفقدها، لهذا هو لا تعتمد على حاسة الشم. دائما استخدم البيرسونال ديتكترز موجود، يعني تستخدمه تحطه في على الكفر اول قريب يعني من منطقة الصدر، ودائما الريك سنسرز حساسات جهاز الحفر دائما تكون كاليبريتد معيرة وشغالة حتى تتحسس لي لهذا الغاز الخطير والألارم يشتغل وأخذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب. فنبدي يعني بنبذة عن صناعة النفط والغاز. بسنة 1859 أكو شخص اسمه إدوين دريك، هذا شخص مخترع، هذا في يوم من الأيام بدأ يعني يستكشف في رقعة في مدينة أو ولاية بنسلفانيا. الحفار مالته عزل يومه ذاك اليوم، وصل إلى عمق 69.5 قدم، عزل وراح لهلا. كانوا ما يشتغلون بالليل بذاك الوقت، يعني مو مثل هسه احنا شغلنا 24 ساعة. اجى ثاني يوم الصبح مع العمال، الظاهر هو ما يدري بنفسه، واصل الى فد تكوين بي هيدروكربون، فشاف على السطح اكو تسرب هيدروكربون، فطبعا كيفوا واستدعى رئيس العمل اللي هو إدوين دريك اللي هو كان مسؤول عن العمل، واكتشفوا انه بدا الزيت يطلع للسطح. فطبعا صار هذا خلينا نقول هاي بداية التاريخ الحديث للصناعة النفطية. يقال أنه بالمصادر أنه قبل آلاف السنين أيضا الصينيين استخدموا الزيوت والنفط المستخرج من الأرض في إنارة الشوارع وإنارة المدن، لكن هذا إحنا نتكلم عن التاريخ الحديث للصناعة النفطية. بالألف وثمانمائة وتسعة وخمسين تقريبا اكتشف النفط عن طريق هذا الشخص بطريقة الكيبل تول دريلينج ومحرك بخاري، وكان الحفر جدا بطيء 3 قدم باليوم. اليوم احنا نحفر بأبراج الحفر اللي موجودة حاليا باليوم الواحد نحفر 200-400 متر، فبذاك الوقت كانوا يحفرون لهم تولز تقليدية وقديمة 3 قدم باليوم. طبعا ورمنا المحركات اخترعت 1861 أو محرك الاحتراق الداخلي، هذه كان فالطفرة في الصناعة النفطية وأدت إلى زيادة الحاجة إلى هذا المنتوج. بعدها طبعا الأوفشور درينج بدأ بالخمسينات، أول ما بدأوا بخليج المكسيك بدت
أبراج الحفر أو أجهزة الحفر تشتغل في المياه بداية من 200 قدم وبعدين تطورت إلى أعمق وأعمق إلى أن وصلوا إلى أعماق يعني ممكن توصل حتى 1000 متر تحت سطح البحر. فطبعا بما أنه التكنولوجيا تزداد أكيد المخاطر راح تزداد. فديفلوبمنتس ان تكنولوجي يعني ازدادت تكوينات جيولوجية مختلفة آبار أعمق يعني إن كان في اللاند أو في الووتر، لهذا الريسك راح تزداد. طبعا الحوادث الصناعة النفطية خصوصا بالعمليات الحفر الاستكشافي لما يصير حادث ممكن يصير حوادث كارثية يعني يسموها، فتؤدي إلى خسائر بالأرواح، تؤدي إلى ضرر في البيئة، تؤدي إلى إفلاس الشركة، وتؤدي إلى خسارة الشغل لهذه الشركة أو للأشخاص العاملين في الشركة، أو ممكن تؤدي إلى ضرر في سمعة الشركة نفسها. لهذا دائما الشركات تحاول تتجنب حوادث خصوصا الويل كنترول والحوادث الأخرى اللي تضر بشغل الشركة وسمعتها. هنا في هذا السلايد تاريخ الحوادث اللي صارت في الصناعة النفطية، أهم الحوادث يعني. في 1969 في مدينة أو في منطقة حقل اسمه دوس كوارداس صار بي بلو أوت يعني اندلاع للبئر. خلال 10 أيام طبعا 80,000 إلى 100,000 برميل من النفط الخام صارت بقعة يعني في هذه المنطقة المائية اللي هي سانتا باربارا تشانل، صارت 80,000 إلى 100,000 خلال 10 أيام قدروا يسيطرون على هذا الانسيدنت. في 1989 أكو فد درلشيب العفو فد شيبينج كومباني اسمها اكسون شيبينج كومباني كان عندها خزان نفطي لتنقل النفط نفط خام في البحر، فصار اصطدام لهذه الدرل او الشيبينج كومباني الشيب في الحيد الصخري في منطقة برنس ويليام. طبعا هذا ادى الى 250 الف برميل من النفط الخام انه يصير سبيلد او بقعة نفطية في هذه المنطقة المائية. طبعا هذا ضرر كبير ايضا للبيئة. في استراليا مونتارا اويل سبيل هذا ايضا صار فد اندلاع بالبير. طبعا اول شيء صار اويل اند غاز ليك، بعدين سبسيكوينتلي صار سليك، سليك يعني بقعة من النفط. فهذا يعتبر من اسوأ الحوادث النفطية اللي صارت في استراليا وبالخصوص في بحر تيمور، تيمور سي غرب استراليا. هذا الحادث ظل 75 يوم وظلوا يحاولون يعالجون بالمشكلة. بالمحاولة الخامسة يلا سيطروا على الوضع وطبعا أنهوا المشكلة بعد ما ضخوا 3400 برميل من سائل الحفر إلى ريليف ويل. طبعا حفروا بير ثاني يسموه ريليف ويل يدخل على البير الأصلي على البئر الأصلي، وعن طريق الريليف ويل قدروا يسيطرون على البئر الأصلي. طبعا هذه تتخيلون ما عدا الأضرار في البيئة والأضرار ثانية كلفة جدا عالية بسبب حفر بئر ثاني وخمس محاولات، فالشركة أكيد تضررت ضرر كبير. الحادث الأشهر في أيامنا هذه اللي هي صارت بال2010 ماكوندو بلو أوت، صارت بالديب المنصة اسمها ديب ووتر هوريزون، هذا صارت في خليج المكسيك. ف20/4/2010 بدت المشكلة، انتهت في 19 سبتمبر 2010، 87 يوم. هذه طبعا الحادثة كلفت 11 عامل يعني فقدوا حياتهم يعني مع الأسف، وقرابة 5 مليون برميل من النفط الخام تسرب إلى خليج المكسيك. طبعا صارت ضجة في وقتها وشركات حاولت أنه تساعد
حل الأزمة وتنقية المياه البحرية من هذا النفط الخام، فكانت مشكلة كبيرة. الغرض أنه أنا ذكرت هذه الحوادث إخوان حتى تعرفون ليش الشركات الآن تهتم بالويل كنترول، وخصوصا بعد ما كان دو صار اهتمام كبير من قبل الشركات العالمية بالويل كنترول وكيف يسيطرون على الآبار وزيدوا المجرس حتى يتفادون هذه المشاكل وهاي الخسائر الفادحة، إن كانت بالأرواح أو بالإكويبمنت أو بسمعة الشركة وفقدان فرص العمل للشركة وللأفراد. البتروليوم جيولوجي ليش مهمة؟ طبعا الأرض تتكون من أربع طبقات اللي هي القشرة والمانتل الكراست والمانتل والأوتر كور والإنر كور. طبعا القشرة حوالي تقريبا 60 كيلومتر، يعني من 34 إلى 60 كيلومتر سمكها، طبعا هي أقل سمك من هذه الطبقات أو اللايرز مع الأرض. المانتل هي الأكبر كتلة من يعني أعتقد تتكون حدود 60 إلى 65% من كتلة الأرض. فاحنا حفرنا يعني كل ده يصير في الكراست، اللي راح نحفر اي بئر يحفر بالعالم هو في الكراست في القشرة. التيرم جيولوجي مشتق من كلمة إغريقية اللي هي جي ايرث الارض، ولوجيا اللي هي ستادي يعني دراسة الارض، هي اذا جيولوجي اذا هي كلمة إغريقية. جيولوجيين نفط ومهندسين مكامن راح يدرسون مختلف العناصر الجيولوجية والتركيبات، طبعا بالاعتماد على الدراسات الزلزالية والمسوحات الزلزالية وغيرها من الدراسات، راح يخبرون إذا كان هناك احتمالية وجود الهيدروكربون في هذه المنطقة أو في هذا الحقل، وش قد الحجم من هاي الهيدروكربون، يعني هل هي اقتصادية أو لا لإجراء عمليات الحفر. فحفر بئر استكشافي هو جدا مكلف، يكلف ملايين دولارات، لهذا الجيولوجي دائما يكون شبه متأكد أو متأكد من وجود الهيدروكربون قبل ما نبدي نحفر. أجي أحفر بئر وكلفني ملايين وبعدين أشوف دراي ويل فلوسي تروح يعني بالبلاش. هذا المخطط يوضح دورة، خلينا نقول نسميها دورة حياة الصخور الروك سايكل. فنشوف طبعا من عوامل التعرية الجوية وغيرها من العوامل، هذه الحبيبات الصخرية وغيرها من التكوينات يعني تترسب في مياه البحر، صار سيدمنتيشن في مياه المحيطات، بعدين تجي فوقها غير طبقات ويصير بيها كومباكشن وسيمنتيشن، هذا تصير بالأخير هي السيدمنتري روك، تكون السيدمنتري روك. طبعا احنا حديثنا كله راح يكون على السيدمنتري روك بالنسبة لل، بعدين راح نشوف بالنسبة للسورس روك وبالنسبة للترابس أو الريزرفوار، أكثر شغلنا بالسيدمنتري روك. فطبعا تحت الضغط والحرارة راح تتحول هذه الصخور ممكن أيضا وبالانصهار تتحول إلى صخور نارية، وبفعل الحركات التكتونية طبعا هذه الصخور ممكن يصير بها أبليفت وتصعد للسطح تظهر ويصير هم بها تعري، وهكذا دورة الصخور. فإحنا شغلنا أكثر شيء راح نركز على السيدمنتري روك. السيدمنتري روك ممكن أن تصنف إلى ساندستون، لايمستون اللي هو تشوك، والمادستون اللي هو الشيل، والكونغلوميريت. فإحنا أيضا هم راح نركز على أكثر شيء الساندستون، لايمستون. أنت من راح تروح للموقع الحفر وراح تحكي الجيولوجي أكثر التكوينات راح تشوفها الليثولوجي، راح تشوف ساندستون، لايمستون، شيل، هذه الأمور يعني راح تشوفها. السيدمنتري روكس اللي تهمنا احنا من ناحية البتروليوم جيولوجي اللي هي الشيل، بما انه هي اكثر التكوينات المكونة للسورس روك الشيل، والساندستون لايمستون اللي هي اكثر التكوينات اللي تكون الريزرفار روكس. ف
فعندنا السورس روك اللي تولد اللي ولدت النفط قبل ملايين السنين هي بالأساس هي شيل، و90% منها شيل، واللي يعني انخزن بها النفط صارت ترابس هي لايمستون وساندستون، صارت ريزرفوار فيما بعد. أصل النفط والغاز. الغاز أو النفط مواد عضوية، تكون من مواد عضوية ترسبت قبل ملايين السنين. الخبراء يعتقدون أنه ترسبت قبل 100 إلى 400 مليون سنة في بيئة خالية من الأكسجين تحت يعني أعماق الأرض، أنوكسيك كونديشنز، ظروف ما بها أكسجين، لهذا تحولت المواد العضوية إلى نفط طبعا بفعل الحرارة أيضا والضغط. فزيادة الضغط والحرارة ببطء حولت هذه الأورغانيك ماتر أو المواد العضوية إلى هيدروكاربونز اللي هي تبدي بالكيروجين بعدين أويل بعدين غاز. السورس روك هي الصخور وين يتكون النفط، ومثل ما ذكرت أنا 90% شيل. الماتوريشن، ماتوريشن هي عملية التحول الأورغانيك ماتيريال إلى هيدروكربون. من تسمع هذا المصطلح فهي عملية تحول للأورغانيك ماتيريال إلى هيدروكربون. أول مرحلة هو تكوين الكيروجين، بعدين الكيروجين فعل الحرارة والضغط يعني الأوفر بيردن بريشر والحرارة ونقص الأكسجين، ماكو أكسجين في أعماق الأرض، يتحول إلى نفط. وفيما بعد بفعل الحرارة أيضا عندما تكون أكثر من 130 درجة الحرارة في أعماق الأرض راح يتحول النفط إلى غاز. فإنيشيالي يعني the composition of the gas، تكوين يعني مكونات الغاز راح تكون بين C4 إلى C10، هاي طبعا لها أسامي اللي هي بعدين يعني تعرفوها ميثان وبروبان وهذه الأمور. ف يعني هذه صورة كيف تكون النفط وكيف تكون الكيروجين والغاز بفعل الحرارة والضغط عبر ملايين السنين. migration، الهجرة النفط، فتحدث من السورس روك إلى الريزرفوار روك اللي هي بورس. دائما تكون الريزرفوار هي تكوينات مسامية لها خصائص بحيث تسمح لي أنه يعني فيما بعد لما أحفر راح تنتج النفط عن طريق البروسيتي والبيرمابلتي. الريزرفوارك اللي هي بوروس روك يعني contains petroleum. reservoirs are typically sandstone or carbonate، يعني مثل ما ذكرت هي عادة تكون sandstone أو carbonate اللي هي نفس limestone، يعني carbonates هي تكوينات limestone. فدائما sandstone مفضلة أكثر، الكواليتي مالتها أفضل لأن تحوي على الكوارتز وما تتفاعل يعني strong and stable hard to react يعني. فالساندستون دائما تكوينات الساندستون بعض الـ يعني الشركات أو الجيولوجين يفضلوها أكثر من الريزرفوار اللي هي كاربونيت، اللي هي الكاربونيت ريزرفوار هي بالأساس من مواد عضوية يعني تكونت النفوط اللي بيها. الكابروكس هي relatively يعني impermeable يعني غير نفاذ. الكابروكس هي فد غطاء صخري فوق الريزرفوار حتى تغلق الريزرفوار بعد ما يصعد فوق، يعني بعد ما يهاجر لأي مكان هي صارت تراب بعد يعني مصيدة صارت للنفط. فهذه وظيفة الكابروكس، هي اللي راح أخترق الكابروكس بعدين أدخل للمكمن وأبدي أنتج من الطبقة المكمنية بعد اختراق الكابروكس. البوروسيتي هي الكمية الفراغ الموجودة في الصخور، measure of how much of a rock is open space. يعني this space can be between grains or within cracks، يعني ممكن أن تكون بين الحبيبات أو شقوق متصلة ببعضها، فهذا يكون space اللي هي نسميه porosity. permeability هي القياس يعني إيش قد سهولة حركة
المواع داخل الصخور خلال المساميه. فاكو عاملين بوروستي وبرمابلتي لازم تتوفر اثنيناتها بشكل جيد حتى اقول المكمن خواصه جيده واقدر انتج بصوره جيده. بصوره عامه الجيوثيرمال جريدينت التدرج الحراري للارض او للطبقات حسب الدراسات هي 2.5 الى 3 درجه سيليزيه لكل 100 متر. يعني خلينا نقول كقاعدة عامة على عمق 1000 متر يعني أنت شوف درجة الحرارة شقد تصير تضربها في هذا، لكل 100 متر هي 3 درجة سيليزية. بالنسبة للبرجر جريدينت لكل عفوا لكل البرجر جريدينت للفريش ووتر اللي هو الماء العذب 0.433 هذا رقم ثابت. طبعا هذا يفضل أنه دائما نحفظه، هذا الرقم يفيدنا حتى بالويل كنترول بالبعض يعني الدراسات. السولت ووتر الجريدينت مالته 0.45 هذا يعني خلينا نقول هذه النورمال بريشر. اكو بعض الطبقات او بعض التكوينات فيها يسموها اب نورمال بريشر، بيها مياه مالحة جدا توصل 0.5 او 0.6 PSI لكل فوت، هذه راح نسميها abnormal pressure، راح تكون ضغوطها شوية عالية. فnormal pressure احنا نتكلم على fresh water والsea water، normal sea water اللي هو 0.433 الى 0.45. هذه الصورة اللي تشوفها طبعا توضح لك شلون يعني صارت النفوط، يعني كان بحر صارت ترسبات سيدمنتري روك بالمحيط، وبعدين هذا السيدمنتري روك طبعا صارت بيه الغاز تراب، يعني ترابد غاز وترابد اويل. واليوم احنا نحفر في مناطق اليابسة اللي هي كانت قبل ملايين السنين هي كانت محيط او بحر وترسبت بفعل الرسوبيات، صارت اليوم يابسة بدنا نحفر بيها. أنواع أبراج الحفر، أنا طبعا شوية دا أمشي يعني سريع أخواني يعني لأن سلايدات بحدود 90 سلايد، فأي سؤال عندك أو أي شيء سجله عندك بالنوت وبعدين ممكن نتناقش به. فنجي على أنواع الحفر، عفوا أبراج الحفر أو أجهزة الحفر. فتشوف هذه الصورة توضح لك اكو لاند ريج، يعني اللي هو احنا عملياتنا في العراق كلها لاند ريج، ما عندنا احنا اوفشور بالعراق. مثلا تروح لمنطقه الخليج عندهم الاوفشور، فبالاوفشور ممكن يستخدمون البلاتفورم ريج، جاكاب ريج، سيمي سبمرسبل ريج، دريل شيب، والتنشن ليج بلاتفورم ريج. طبعا هذه الاوفشور ريجز او المنصات البحريه كل وحده تختلف ب العمق مالتها وين بيا أعماق ممكن تشتغل، أي مياه تشتغل ممكن. فالبلاتفورم ريج جاكاب ريج ما أقدر أروح أحفر بي بعمق 500 أو 1000 متر تحت سطح البحر، فقط 200 ممكن أو 100 متر، يعني فد أعماق معينة قليلة. فأجهزة الحفر تختلف بالخواص والكاباستي مالتها بالنسبة للبحر وحتى بالنسبة للريج اللاند ريجز. هذا المخطط يوضح لك أنواع أجهزة الحفر. مثل ما ذكرت في البحر أجهزة الحفر موضح في المخطط، احنا اليوم نركز على اللاند ريجز. اللاند ريجز منها الكونفنشنال ومنها الموبايل. كونفنشنال يعني شنو أقصد بالكونفنشنال؟ يعني رج أجي أنصبه قطعة قطعة، الماست يتفسخ مادة 5 قطع، المحركات مادة أجيبها أنصبها أطول بيفد 12 يوم حتى أنصب هذا الرج. الموبايل رج ممكن هو ومنصوب ممكن يعني يمشي على عجلات ضخمة أو بطريقة أو بآلية معينة، أنقله هو منصوب يعني بدون ما أفصخه. لهذا خلال ممكن يومين أني أبدي أحفر بئر جديد ورا ما أخلص البئر القديم. فالconventional والموبايل ريج، الموبايل ريج هو
يقسم ايضا قسمين جاك نايف وبورتابل ماست. الجاك نايف يعني يصير مثل الرج، شلون اقدر الماست اطبقه على، يبقى منصوب بس على طوله يطبق على فد ترك ضخمه وانقله، او بورتابل ماست اللي هو يبقى منصوب بشكل عمودي وامشي على عجلات او باليه معينه الى الموقع الجديد. طبعا اللاند ريجز ايضا تختلف من ناحيه الهورس باور، يعني اكو لاند ريج 1000 هورس باور، اكو 2000 هورس باور، ويعني 1500 هورس باور، اكو اقل من 1000. فهذه تعتمد على نوع العمل لجهاز الحفر، هل هو للحفر، هل هو للاستصلاح. استصلاح دائما اقل هورس باور يحتاج، الحفر اي عمق اوصل. هذه كلها عوامل تصميمية نأخذها بالاعتبار عندما نختار جهاز الحفر. إذا أوصل عمق 3000 أحتاج مثلاً 2000 هورس باور، أوصل 2500 أحتاج مثلاً 1500 هورس باور، أوصل أقل من 2500 ممكن 1000 هورس باور يكفيني. وطبعاً كلفة جهاز الحفر أكيد تختلف حسب الهورس باور والأكسسوارز والتكنولوجيا المتوفرة به. أنواع آبار الحفر اللي ممكن أحفرها من ناحية الحفر، فهذه احنا خصوصا بالعراق أربع أنواع رئيسية، اللي هي الحفر العمودي أو البئر العمودي، البئر ذو الشكل J-shape بزاوية معينة، ممكن يكون بزاوية 20، ممكن ب40، ممكن ب60، لكن هذا شكله يسموه بئر J-shape. البئر الاس شيب يبدي فيرتيكال بعدين يمشي في كيك اوف بوينت، يصير به انحناء معين وبسكشن اتجاهي معين، بعدين يرجع فيرتيكال. هذا اس شيب ايضا بزاويه معينه ممكن يكون حسب التصميم وحسب الريكويرمنت. الهوريزونتال دريلينج هذا مثل ما تشوفوا الشكل الاخير، الهوريزونتال دريلينج أبدي vertical إلى أن أوصل إلى top المكمن، أبدي أبني الزاوية إلى أن أدخل بشكل كامل بشكل أفقي في المكمن، وأمشي بمسافة حسب الكلاينت شنو يريد، مثلا 1000 متر، 500 متر داخل المكمن، وأتوقف عن الحفر. طبعا deviated well هو شنو التعريف؟ deviated well هو أي بئر بزاوية معينة وبالناحية العملية أكثر من 10 درجات انحراف هو يسمى deviated well. أقل من 10 ممكن يبقى vertical، يعني نقدر نسميه vertical. فأكثر من 10 درجة دائما هو vertical، sorry deviated well. horizontal drilling يعني هو في التقنية مستخدمة وشائعة حاليا في العالم، يستخدموها الأوبريترز لنمذجة أفضل للمكامن، ممكن إنتاجية أفضل لبعض المكامن ما ممكن نحصلها من حفر بئر أفقي لهذا المكمن. فبيها أسباب، لأن هوريزونتال دريلينج عادة مكلف، وأكو سلايد أنا يعني مخلي ليش نحفر هوريزونتال دريلينج، شنو الأسباب، يعني لأن هوريزونتال دريلينج عادة مكلف أكثر من الفيرتيكال دريلينج. الأنواع الآبار من ناحية الأهداف يعني أو الغرض، إحنا شفنا أنواع الآبار من ناحية الحفر، هسه أنواع الآبار من ناحية الأهداف. عندي الأكسبلوريشن ويلز. أكسبلوريشن ويلز عادة هي آبار يعني استكشافية لغرض جمع معلومات عن الحقل بعد ما حصلت معلومات من المسوحات الزلزالية، أجي أستخدم الآبار الاستكشافية. طبعا تكون آبار خطرة لأن معلومات قليلة عندي عليها، الضغوط ما متأكد منهم للتكوينات الصخرية أو المكامن الموجودة، فأجي أحفر بئر استكشافي. وعادة يطول البئر استكشافي بعض الأحيان 6 أشهر إلى سنة حسب العمق والتعقيدات الموجودة والمشاكل. أجي أسوي بهذا البئر مثلا كورينج
لوغينج أكثر من غير آبار، لأن أول بئر في الحقل هذا أو من الآبار الأولى في الحقل أوبن هول لوغينج، أحصل معلومات أكثر عن الطبقات وخواص خواصها. ويل تيستينج أسوي، ممكن داون هول ويل تيستينج والسيرفس ويل تيستينج، فألم معلومات عن الحقل عن طريق هذا البئر. أكو أبريزل ويلز، أبريزل ويلز تيجي بعد الأكسبلوريشن ويلز، مشابهة للأكسبلوريشن ويلز لكن هي تجي بعدها. أحفر الأكسبلوريشن ويل ممكن بعدها أحفر الأبريزل ويلز. فهنا أنا ذاكر لك أبريزل ويلز are drilled only when a discovery is made، فقط عندما نكتشف المكمن النفطي وأكو هيدروكربون ذاك الوقت أحفر أبريزل ويلز حتى أقيم حجم وكميات النفوط أو الهيدروكربون الموجودة في هذه المكامن. يعني they can also be drilled to obtain more information about the geology or geometry of a well. يعني ممكن أن نحفرها حتى أحصل أكثر معلومات عن الجيولوجيا الموجودة في الحقل والليثولوجي وحجم المكمن مثل ما ذكرت. Development wells طبعا هو النطاق الأوسع في حفر الآبار. Development wells احنا اكثر حفرنا في العراق حاليا خصوصا في مناطق الجنوبيه من العراق هو ديفلوبمنت ويلز، لان حقول مكتشفه قبل 50-60 سنه ممكن 70 سنه، اليوم احنا كلها معروفه الطبقات والليثولوجي ونعرف وين موجود الهيدروكربون باي طبقه، فاكثر حفر تطويري. فالحفر التطويري عادة يكون حياة البئر أطول من الآبار الاستكشافية والآبار التقييمية. الحفر التطويري أيضا هذا البئر تمر عليه مراحل الورك أوفر، مراحل الإنعاش سيموليشن، وكثير من مراحل الاستصلاح يعني تمر عليه بعد سنين. يعني اليوم أنا حفرت بئر، البئر انتاجيته وكفاءته ما راح تبقى نفسها بعد 10 سنين، فأكيد راح أجيب جهاز استصلاح work over rig ب horse power معينة أشتغل عليه لإصلاح الكيسينج أو إصلاح well head أو إنعاش البئر لإعادته إلى انتاجيته الفعالة مثل قبل. يعني فليش نحفر horizontal؟ طبعا مثل ما ذكرت اني الهوريزونتال دريلينج اعلى كلفه من الحفر العمودي، لكن على سبيل المثال لما تكون البيرميابيليتي جيده في المكمن، ماكو غاز كاب، ماكو ووتر كات، السمك مع الطبقه جيد يعني المكمنيه، فماكو داعي انه احفر هوريزونتال ويلز. ليش اخذ هذه الكلفه زايدة؟ أحفر فيرتيكال وراح يكون الريكوفري نفسه وبكلفة أقل. لكن إذا كانت البيرميابيليتي قليلة غير جيدة، السمك الطبقة قليل يعني thin formation المكمن، أكو ووتر كات، أكو ممكن غاز كات، فراح أحفر هوريزونتال أحسن الإنتاجية وممكن حتى أحسن من دراسة المكمن بصورة أفضل عن طريق الهوريزونتال دريلينج، وراح تكون طبعا الإنتاجية في هذه الحالة أفضل مما أنتج من بئر عمودي في هذه الظروف. فالأوبريترز يعني غالبا اللي هو الأوبريتر أنا أقصد مشغل الحقل، أكو بالحقل مشغل اللي هو الأوبريتر وأكو سيرفيس كومباني. فالمشغل هو مسؤول عن إدارة الحقل، يتعاقد ويا هاي الشركة ويتعاقد ويا ذيك الشركة، هذه الشركات تجي اللي يحفر له واللي ينصب له محطات واللي يطور له هذا الفاسيلتي من الحقل، فاحنا نسميه الأوبريتر أو الكلاينت خلينا نقول. فالأوبريترز بعض الأحيان يحفرون أيضا هوريزونتال حتى يقللون من عدد الآبار، خصوصا إذا عندهم الرقعة اللي يشتغلون بيها الحقل الصغير، فليش يحفر 10 آبار؟ ممكن يحفر بئر هوريزونتال أو 2 هوريزونتال تعوض عن هذه 10 آبار، ل يعني شلون يعني سيف
الاير يعني يحافظ على المساحة المتوفرة بالحقل. هسه نجي هذا الموضوع أنا اللي خليته ممكن أخوان يعني هذا الموضوع ما يجوز داخلين أنتوا كورسات سابقا أو مقدمات عن الحفر بس ممكن ما حد متطرق لكن هو موضوع جدا مهم. دائما المهندس الحفر أو الجونيور انجينيرز يعني المهندسين الشباب الجدد في مجال الحفر أو في مجال عمل الأبراج أبراج الحفر لما يجي على العمل راح يتفاجئ بكثير أمور. فأنت لو تجي من الأول وتعرفهن وتأخذ فكرة عنهن راح تروح ما تتفاجئ. أنا متأكد اللي يتابع هاي السلايدات ويركز يعني بيها وبعدين هم يراجع هذه السلايدات لما يروح لأي جهاز حفر أو أي أوفيس تتعامل بعمليات الحفر هواية أمور ما راح يتفاجئ بيها ويعرفها وراح تسهل عليه عملية التدريب. أكو الناس تجي تشوف هذا الكم الهائل من المعلومات حتى يخرب واسه. لهذا أنا أنصح أخذ فكرة عنها قبل لا تفوت بهالمجال أو حتى لو أنت فايت بهالمجال أخذ فكرة عنها وكمل تدريبك من خلال عملك بالشركة. فعندنا قبل عملية الحفر شنو لازم متوفر عندي حتى أحفر البئر مالتي أبدي أحفر؟ هو مو بس جهاز حفر أجي أنصبه وأحفر وخلص أنزل كيسنج، لا أكو هواية أمور أهم. فلازم عندي عقد، العقد موجود وموقع من جميع الأطراف حتى أقدر على أساسه أهيئ لمشروع الحفر أو لحفر هذا البئر. عندي بروجكت شارتر، البروجكت شارتر هو من ضمن طبعا هم بروجكت مانجمنت بلان وعندي سبسيدياري بلانز اللي هي كوميونيكيشن بلان وكوست مانجمنت بلان وهواية امور يعني ستيك هولدرز مانجمنت بلان ريسك مانجمنت بلان. هذه الامور لازم هم متوفرة عندي وشلون ادير المشروع. المشروع كله يعني خلينا نقول لغة إدارة المشاريع لازم تكون متوفرة وجاهزة للمشروع. لازم عندي فد presence of a solid safety system. أنا كشركة أجي اليوم برده أحفر هذا البئر لازم عندي فد نظام سلامة قوي جدا بموظفين ذو كفاءة عالية بستاندرات حتى أقدر الكلاينت يعتمد علي أدير العمل بصورة صحيحة وآمنة لتحقيق الهدف. لازم يكون طبعا البروجكت تيم جاهز بالكفاءات المطلوبة بالشهادات المطلوبة. مدير المشروع أو الشركة دائما طبعا لما تريد تبدي مشروع راح تبدي تجمع البروجكت تيم حسب متطلبات العقد وحسب متطلبات بعض الأحيان في العقود الأوبريتر أو الكلاينت يطلب، مو بعض الأحيان أكيد راح يطلب مثلا بروجكت مانجر لازم 10 سنين أقل شيء، درينك سوبرفايزر لازم 5 سنين أقل شيء في هذا المجال، نايت درينك سوبرفايزر 3 سنين أقل شيء وهكذا. وراها راح أبدي أو أتابع عملية الباد كونستراكشن اللي هي الويل باد وين راح أحفر. راح أبدي أجي أبني السلر وأسوي الأرض أساويها، إحنا نسميها ليفلينج وكومباكشن للأرض حتى أجهزها لاستقبال جهاز الحفر. بعدها بعد ما تكون جاهزة الويل باد أريا، طبعا الويل باد أريا أسويها حسب الريج لاي أوت. أول ما أجي الريج لاي أوت وين أخلي الجنريترز وين أخلي الكامب وين أخلي الكومي يعني هواية أمور ملحقات الريج، فهذا يسمون الريج لاي أوت على أساسها أبني الباد. أنقل جهاز الحفر و الأكسسوريز مالته. وراها لازم أأمن عندي قبل ما أبدي حفر لازم أأمن أمور لوجستية من ضمنها الويل تانجيبلز الدريلينج تولز داون هول إكويبمنت، هذه كلها لازم متوفرة. الويل هيد الكيسينج المد موتورز الدريل بايب كلها الأمور الدريل بايب اللي أحتاجه هواي أكو أنواع الدريل بايب، أمور كثيرة لازم أوفرها لوجستية. الدريل بيتس أي نوع دريل بيتس أحتاج لهذا المشروع، فكثير أمور لوجستية لازم أوفرها. بعدين لازم أسوي ريسك أسسمنت، هذا جدا مهم. الريسك أسسمنت
شيء جدا مهم وضروري قبل لا تبدي تحفر أي شيء. لازم تعرف المخاطر في كل سكشن، شلون تتعامل معاها، شلون تعالجها إذا صارت، طريق الميتيجيشن تقليل المخاطر، إذا صار الخطر شلون أعالجه، فيسموها ريسبونس بلان. لازم عندي ريسك اسسمنت كاملة، حتى مو بس للأوبريشن، ممكن لللوجستيك، شلون إذا ما طلعت الفيزا مع الشخص الفلاني، شلون إذا ما قدر تجيب هذه المعدة عن طريق الميناء، فهذا كله يسموه ريسك اسسمنت، فول ريسك اسسمنت للمشروع. شير لسن ليرند من الآبار السابقة أو المشاريع السابقة، هذا جدا مهم. أشوف شنو اللي صار عندي خطأ بالمشاريع أو المشاكل اللي صارت بالآبار السابقة، أتعلم منها، شير لسن ليرند، أسويها شير ويا البروجكت تيم، أسوي الوال بلان والديزاين. الإنجينير طبعا راح يشتغل على هذا الموضوع، درلينج إنجينير. بعد ما أجهز الديزاين والبلان راح أسوي يسموه exercise drilling work on paper. هذا الدريلينج work on paper يحضر بعدة أطراف اللي مشاركة بالعملية الحفر، اللي هي الكلاينت والريكونتراكتر والسيرفيس كومباني أو أي شخص ممكن involved بالأوبريشن يحضره. نتناقش شلون راح أحفر البير، السكشن الأول شلون أحفره، شنو المخاطر، شلون أعالجها، السكشن الثاني شلون، الوال هيد شلون راح نصبه، منو راح ينصب الوال هيد. فأجي أناقش من الألف إلى الياء عملية حفر البئر. هذا جدا مهم الأكسرسايز حتى لا تصير بعدين أقلل المفاجآت، يعني سربرايزز خلال الحفر. أسوي ريج أوديت وكوميشنينج. طبعا ريج لما يجي أحتاج أسوي له ريج أوديت كوميشنينج، أتأكد كل الأجهزة شغالة، مو بس أجي أنقل الريج وأشغل وأبدي أحفر بعدين تطلع لي ألف مشكلة تؤدي لي إلى توقفات. وطبعا كلفة تشغيلية للجهاز الحفر عالية جدا، بالنسبة يعني كلف تتضمن هي إيجار جهاز الحفر، ممكن سيكيورتي عندي بالجهاز الحفر، ممكن رواتب العاملين، تتضمن أمور لوجستية، خدمات الطعام المتوفرة بالكامب والسموها كاترينج كومباني، يعني هواية أمور. فإحنا ما نتكلم عن كلفة يومية تتراوح بين 50 إلى 80 ألف دولار لبرج الحفر أو جهاز الحفر اللاندريك. فأي توقف راح يكلفني، يعني ممكن أي توقف صغير يكلفني فد 20 ألف دولار باليوم. فهذا الشيء لازم أتلافى عن طريق الريج أوديت والكوميشنينج، أتأكد كل شيء تمام، أحصل الرخص المطلوبة والتراخيص المطلوبة من اللوكال أوثوريتيز. يعني أنا إذا أشتغل في المحافظة الفلانية أو في الدولة الفلانية لازم أتأكد عندي جميع الرخص. ممكن أستخدم هذا الوايرلس، منظومة الإنترنت، رخصة لأحفر حتى بهذا الحقل، أدخل هذا الحقل. فهذا الرخص جدا مهمة أحصلها قبل عملية الحفر. أكو emergency response plan وأكو medical emergency response plan. هذه فد documents اثنين مهمة جدا لازم تكون موجودة لما يصير عندي incident، شلون أتعامل وياه. إذا well control هو مو بس فقط أجي أغلق البئر، لا، أغلق البئر وراها شو أسوي؟ أكو فد سيستم أمشي عليه. أول شيء أتصل بالأوفيس أبلغهم شنو أسوي. أول شيء أغلق البئر، نتصل بالتول بوشر، بعدين نتصل بالأوفيس، الأوفيس بمن تتصل إذا صار وال كنترول ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3، ثلاث ليفلات أكو بالوال كنترول. فهذه الدوكيومنت تعطيك الطريقة شلون راح تتعامل بالوال كنترول وتطبق الوال كنترول براكتسز. الميرب نفس الشيء، إذا شخص تمرض وين توديه، شلون تنقله، توديه طبابة الرق، لو تنقله إلى طبابة خارجية، إلى مستشفى، إلى لا سمح الله لو صار أي شيء. فهذه الدوكيومنتس تعطيك الخريطة. البريدجينج دوكيومنتس اللي هي خاصة بالويل كنترول والأتش أس سي. الويل كنترول مثلا عندنا ثلاث أطراف دا يشتغلون بهذا المشروع، اللي هو كلاينت، ريك كونتراكتر، وسيرفيس كومباني.
فلما يصير عندي حادث ويل كنترول، الريد كونتراكتر ممكن يستخدم طريقة الحفار لقتل البئر، الكلاينت يستخدم طريقة المهندس، السيرفيس كومباني ممكن هم يستخدم طريقة المهندس. فهذا حتى لا يصير إرباك بالعمل، يجون يتفقون على طريقة واحدة ويخلوها بدوكيومنت يسموها بريدجنج دوكيومنت، تضمن هم كمية البرايت الموجود لازم بالموقع. فد يعني خلينا نقول دستور للويل كنترول الكل تمشي عليه، يصير موحد لجميع الاطراف. ونفس الشيء للاتش اس اي، اذا صار انسيدنت شلون راح يتعاملون وياه، راح يكون دستور لكل الاطراف، لان شركات مختلفه كل شركه عندها ستاندرد يوحدوها بهاي الدوكيومنت. خلال عمليه الحفر راح أبدي عملية الحفر، أسوي طبعاً pre-spud meeting، جميع الأطراف موجودين في الريج أناقش وياهم شلون راح أحفر البئر خطوة بخطوة بشكل مختصر أقل من الدريلينج ورك أون بيبر. راح أناقش section بsection وشون الريسك ممكن الموجودة. بعدين خلال عمليات الحفر لازم الشركة، أنا كممثل للشركة في موقع العمل، أطبق السيفتي سيستم اللي هي permit to work. أي عمل لازم أسوي أكو permit to work، pre-job safety meeting، أي عمل أسوي لازم قبلها أسوي safety meeting مع العاملين اللي راح يشتغلون العمل، شنو المخاطر اللي بهذا العمل، شلون أتلافاها. job safety analysis هذا أناقشه بس pre-job safety meeting. toolbox talk هم من ضمن pre-job safety meeting. toolbox talk يعني هو هم نناقش المخاطر للجوب اللي راح أسوي. أسوي rig audit وللإكويبمنت من ضمنها الكرينز والفوركليفتس، طبعا معدات جدا حساسة الكرين والفوركليفتس لأن عملياتها يعني كريتيكال، فلازم أتأكد أنه شغالة في صورة صحيحة. درلز، أنا خلال عمليات الحفر أختار الأوقات الجيدة أسوي درلز، تمارين لكادر الحفر، من ضمنها درلز للأشتوس، إذا صار عندي أشتوس كيف أتصرف، شنو الأجهزة اللي راح أستخدمها، شلون أستخدمها. ويل كنترول، إذا صار عندي إنسيدنت ويل كنترول شلون أسوي. فهذه حتى لا يتفاجأ كادر الحفر ويصير إرباك خلال الإنسيدنت، دائما أدربه أسوي له شلون حوادث افتراضية يعني بدون ما يدرون. يفضل أنه بدون ما يدرون أشغل إنذار الويل كنترول، كل incident إلى إنذار معين، الH2S إلى إنذار يعرفوا كادر الحفر لازم، الwell control إلى إنذار، والفاير إلى إنذار معين، الصوت يختلف. فأسوي drills، أتأكد من الwell control equipment دائما تكون شغالة ومفحوصة حسب API standards أو field standards. لما يصير عندي well control incident دائما جاهزة 100% حتى أتعامل ويا حادث الويل كنترول. طبعاً الديلي دريلينج ريبورتس هي تتضمن الـ HSC safety أو الـ HSC ريبورتس اللي تقرير السلامة، تقرير الحفر للدريلينج، المد الجيولوجي، المد لوجينج، دايركشن دريلينج، هاي كلها الدريلينج سوبرفايزر يجمعها ويدزها يومياً للأوفيس الصبح بعد ما هو يدققها، والدريلينج انجينير ايضا يدققها، وتروح طبعا للكلاينت، واكو في الديستريبيوشن ليست يستلموها ناس يستفادون منها لمتابعه العمليات الحفر بشكل يومي. لوجيستيك، خلال عمليات الحفر طبعا دائما انت كدريلينج سوبرفايزر او دريلينج انجينير خلال الخمس أو السبع أيام القادمة شنو عندك عمليات، على أساسه تطلب من الأوفيس تقول لهم أنا محتاج هذه المعدة أو هذا التول، بعد كم يوم عندي تنزيل كيسينج، محتاج معدات تنزيل الكيسينج أو شركة تنزيل كيسينج، احنا نسميها TRS Tubing Running Service Company. فحتى لا يصير اللوجيستيك تيم بالأوفيس لا يتفاجأ أنه أنت تريد هذا الشيء أو هذا الايتم اليوم أو باكر، لازم يخبرون الشركة أو يخبرون الجهة المعنية لتجهيز هذا الخدمة قبل يومين على الأقل. ويست مانجمنت هم موضوع جدا مهم، تتعامل كيف شلون طريقة التخلص من النفايات، قطع الحفر اللي تطلع على السطح في جفرة النفايات أو مخلفات الطعام
قناني الماء وكثير من الأمور هم لازم بيها فد دوكيمنت شلون تتعامل وياها وتتخلص منها خارج جهاز الحفر. طبعا الفقرة الأخيرة في البيبر وورك الدوكيومنتيشن شلون تسوي ديليفر للبئر بعد ما تنصب شجرة عيد الميلاد الكريسمس تري وبعد الفحص الناجح لها حسب متطلبات الأوبريتر أو الكلاينت راح طبعا بهذه المرحلة لما نصبت الكريسمس تري وفحصتها فحص ناجح انتهى عمليات الحفر أو عمليات الويل كونستراكشن خلينا نسميها لأن عمليات حفر وتتضمنها كثير اكتيفيتيز فكلها مجموعة نسميها ويل كونستراكشن اكتيفيتيز. خلصت عمليات الويل كونستراكشن أحضر وثائق لقبول البئر من قبل الكلاينت. هذه الوثائق تتضمن العزل الطبقي زونال ايزوليشن البريشر تيست شارتس للكيسينج لبطانات للبطانات اللي نزلتها وللوال هيد سكشن مقاطع الوال هيد والكريسمس تري كلها شارتات موجوده وموثقه ومختومه وموقعه من قبل الناس اللي موجودين في جهاز الحفر الكي بيرسونال اقصد. بعدين الكلاينت يسوي لها ريفيو في نهايه البئر ويوافق عليها وعلى هالاساس يتم دفع يعني كلفة العمل للسيرفيس كومباني أو الكونتراكتر. بعدين ننقل جهاز الحفر إلى موقع جديد ولما أنقل جهاز الحفر وأخلص طبعا لازم أسلم الباد نظيفة وليفلد يعني بشكل ما بيه حفر وما فيه نفايات أرجع على كلاينت بالصورة الصحيحة أسلم البئر وأسلم الـ End of Well Report اللي هو بي كل شيء الباكج بي شنو استخدمت كيميكالز للطين بي شون حفرت السكشنات المشاكل اللي صارت الـ Lesson Learned وبي الـ MPT MPT Non-Productive Time يعني التفاصيل وين توقفت وين صار عندي خلل توقف وش ليش تأخرت بي الـ Curve مع الحفر اللي هو يقول لي أنا حفرت حسب البلان لا تأخرت ممكن أو ممكن لا سبقت البلان بيومين ثلاثة استلمت البير قبل الخطة المتفق عليها أيام الحفر. طبعا آخر فقرة أسوي document and update lessons learned database دائما بعد كل بير أحفره أجمع lesson learned وأوثقها عندي حتى تفيدني بالمستقبل في حفر آبار ثانية. هذا جدا مهم هذا الموضوع lesson learned يعني بعض الأحيان ممكن أشخاص ما يعيروا الاهتمام لكن جدا مهم حتى تحفر الآبار القادمة لازم عندك فد ريفرنس أو مرجع اللي هي الآبار الأوفست ويلز. هذا المكونات الرئيسية لجهاز الحفر اللي تركيزنا مثل ما أنا ذكرت لاند دريلينج ريكس. فهذه المكونات الرئيسية طبعا الوقت ما راح يسمح نتكلم عن كل المكونات فأكو سلايدات أنا خليتها راح أتكلم على أهم المكونات اللي يعني جيد أنه تعرفها قبل لا تروح إلى جهاز الحفر. فهذه الصورة توضح لك المكونات الرئيسية وعلى اليسار ليست هذه تكملة الصورة. فنجي على اللاند دريلينج ريجز المين كومبوننتس. طبعا جهاز الحفر يتكون من اربع منظومات رئيسيه. المنظومه الاولى هو الباور سيستم منظومه الطاقه. حتى اشغل جهاز الحفر احتاج طاقه. الطاقه هذه راح تشغل لي الثلاث منظومات الاخرى اللي هي الهويستينج سيستم اللي هي منظومة الرفع ومنظومة التدوير سيركوليشن سيستم والروتيتينج سيستم منظومة أنا أقصد تدوير عفوا يعني حتى لا يصير اختلاط سيركوليشن سيستم تدوير سائل الحفر سركلة سائل الحفر خلينا نقول وروتيتينج سيستم اللي هي تدوير خيط الحفر دريل سترينج. فهذه الأربع منظومات
الباور سيستم، هويستنج سيستم، سيركوليشن سيستم، روتيتنج سيستم. نقدر نضيف لها منظومة خامسة اللي هي ويل كنترول سيستم، أنا هم راح أتكلم عليها بصورة مختصرة. طبعا أنا ما ركزت على الويل كنترول في هذه السلايدات على اعتبار أنه الويل كنترول لها كورسات مخصصة اللي هي IWCF، يعني تنطف كثرة هذه الأيام، أشوف بعض الزملاء ينطوفة متوفرة أي واحد يريد يتعمق في موضوع الويل كنترول. فالباور سيستم للجهاز الحفر الدوراني، احنا نسميه، احنا أجهزة حفرنا كلها نسميها روتري دريلينج ريجز، اللي هي لاند روتري دريلينج ريجز. ليش؟ لأنه هي تعتمد مبدأها على تدوير خيط الحفر، أما بواسطة الروتري تيبل راح نشوفها بعدين، أو بواسطة جهاز التوب درايف. فتعرفنا على المنظومات الموجودة في جهاز الحفر. الدريلينج ريج ممكن أن يكون جهاز كهربائي، طبعا احنا نقول different drive modes، فممكن أن تكون جهاز كهربائي، هو الدريلينج ريج كل جهاز كهربائي، ممكن يكون AC or DC كهربائي AC or DC، أو ممكن يكون جهاز ميكانيكي، يعني يعتمد على سلاسل وتشينز وتحرك الدروورك وتحرك المد بومز وتحرك الـ غير أمور، يعني كثير من المعدات عن طريق ميكانيكيا وليس كهربائيا. وأكو كومباوند درايف، يعني أكو بين الميكانيكي والكهربائي. إحنا أكثر أبراجنا حاليا الموجودة في البصرة أو في عموم العراق في الشمال هي أبراج كهربائية. الأبراج الكهربائية مثل ما قلت تقسم إلى AC و DC Alternative Current و Direct Current. الإلكتريك دريلينج ريجز يعني ممكن أن تكون مثل ما ذكرت AC و DC هي جنريترز، يعني مولدات تعطي طاقة للمنظومات الأخرى عن طريق محركات ضخمة، محركات ديزل ضخمة، هذه اللي هي تشغل الجنريترز، فهذه تولد الطاقة الكهربائية للهيفي إكويبمنت مثل الروتر تيبل والمد بومز والدرو ووركس، تشغل هذه الأجهزة الضخمة. طبعا الدرو ووركس خصوصا لما أحفر عمق يعني أكثر، كل ما أزداد بالعمق كل ما الطاقة المستهلكة أكثر، فأني مثلا بالسكشن الأول أحتاج محركين أشغل، بالسكشن الثالث 3 محركات، بالسكشن الرابع لأن صارت أعمق والدريل سترينج صار أثقل، الدراور قامت تشتغل جهد أكثر فأحتاج 4 محركات. فلازم طبعا الشيف الكتريك بالريج يعرف شو وقت يوزع الطاقة، شون يوزعها بالسكشنات، وعنده دائما محرك سبير خامس يراوس بين هذا المحرك، حما يطفي هذا يشغل ذاك، فهو يعرف شغله شلون يتعامل مع المحركات. ففوائد الدريلينج ريج الالكتريك يعني الكهربائية تكون أأمن من ناحية الأكيورسي، يعني أقدر أتحكم بالأبراج الكهربائية، أقدر أتحكم بسرعة الدرو وورك، بسرعة الستروكس اللي نعطيها أنا من المد بامز، عدد ضربات بالدقيقة، أو بسرعة الروتر تيبل أو توب درايف، أقدر أتحكم بيها أكثر وأفضل من الأبراج الميكانيكية. سهولة التعامل والصيانة لها الأبراج الكهربائية، أقدر أسوي أطلع هذا الجنريتر من الخدمة، أدخل جنريتر آخر، أسوي له مينتنانس، فأكثر more reliable or more flexible. مثل ما قلت الأبراج تتقسم الكهربائية AC و DC. احنا اليوم راح أيضا نركز على الجهاز الحفر AC اللي هو بفد غرفة تحكم أو tool يسموها VFD اللي هي Variable Frequency Drive. هذا تطيني توصل لي التيار الكهربائي AC لهذه الأجهزة اللي هي drawer والروتر تيبل أو التوب درايف أو المد بومز. الجهاز الثاني، النوع الثاني اللي هو DC،
يستخدم غرفة ثانية اسمها SCR Silicon Control Rectifier. الVFD هسا أكثر شيوعا من SCR لأن به فوائد أكثر من SCR. يعني أبراج حفر الAC أكثر شيوعا حاليا دا تزداد أكثر من أبراج الحفر الDC. بيها فوائد طبعا efficient energy consumption، يعني الطاقة المستهلكة في الAC drilling rig أقل من الطاقة المستهلكة في الDC drilling rig. تحكم دقيق بالسرعة، يعني أجي أنا أحط الستروك أريدها 50 بسهولة أوصلها 50 بالدي سي، لا ممكن يلعب هذا الثروتل اللي يزيد به يصير 55، لا شوية أقدر أرجع على 50 بصعوبة. يعني فالأي سي درلينج ريكس بيها فوائد أكثر من الدي سي درلينج ريكس. هذا الروتري تيبل تطيني الار بي ام روتيشن بير مينت. طبعا هسه الأبراج أجهزة الحفر أي جهاز حفر بي روتري تيبل، لكن ما تستخدم كثير. هسه أكثر شيء نستخدم التوب درايف. روتري تيبل لها غير استخدامات محدودة خلال عمليات الحفر. ممكن إذا عطل التوب درايف وعندي كلي ممكن أستخدم الكلي مع الروتري تيبل لاستمرارية الحفر، لكن هذا الشيء هذه الأيام قليل جدا. يعني نستخدم التوب درايف أكثر شيء. هذا الروتر تيبل طبعا في قياسات تجي مختلفة حسب مواصفات جهاز الحفر، حسب أكبر بت راح تمر من خلال الروتر تيبل. هذا كل أطلب المواصفات في مرحلة تصنيع جهاز الحفر أو من أسوي الأوردر. هذا التوب درايف مثل ما قلت هو الأكثر شيوعا حاليا في عمليات الحفر، لكن الروتر تيبل دائما موجودة اللي هي من خلالها تدخل الأجهزة والمعدات الداون هول تولز تدخل إلى جوف البئر. هذا التوب درايف طبعا الفرق الرئيسي بين التوب درايف والروتر تيبل، التوب درايف يسمح لي بالحفر بستانز، يعني ثلاث جوينات سوية أنا محضرهن وحاطهن على الدرك على الماست. هذا إذا تشوفون بالصورة اليمين أكو شلون المنصة اللي يشتغل عليها الدرك مان، إحنا نسميها مونكي بورد. فهذا يعني يصففون عليها بهذه الفناجر يسموها، إذا تشوفون الشاش بيها يصفطون بيها الستانز اللي هي عبارة عن ثلاث جوينات، كل ستاند طوله ما يقارب 28 إلى 29 متر. فالتوب درايف يسمح لي أنه أحفر ستاند كامل، لكن بالروتر تيبل فقط أحفر سينجلز، يعني كل 9 أمتار أحفر أسوي كونكشن جديد، 9 أمتار أسوي كونكشن جديد، فعملية الحفر تكون أبطأ وكونكشن تايم أكثر ومخاطر أكثر لأن راح أشتغل على الرق فلور أكثر. اللاند درلينج ريجز نستمر بيها بالمين كومبوننتس اللي هو السيركوليتينج سيستم. السيركوليتينج سيستم هنا هو المنظومة اللي توفر لي الهيدروليك باور، الطاقة الهيدروليكية لتدوير سائل الحفر من الخزانات السطحية مرورا بالدريل سترينج داخل الدريل سترينج يعني باتجاه جوف البئر ويخرج من البت وصعودا بالفراغ الحلقي إلى السطح. فهذه صورة المات بامز. أكو نوعين المات بامز الأكثر شيوعا حاليا وإحنا أكثر شيء نستخدم في عمليات الحفر التربلكس. أكو دوبلكس وأكو تربلكس سينجل أكتينج، يعني باتجاه واحد تطي الضخ مالته. الدوبلكس عادة تكون باتجاه يعني رايح جاي البستن يطي سائل حفر للبئر. أعتقد الدوبلكس يستخدموها مرات في الورك أوفر، لكن في الحفر احنا عملياتنا نستخدم التربلكس، يعني ثلاث كل مات بامب بيها ثلاث سلندرات، كل سلندر طبعا أقطار مختلفة. كل المات بامب مثلا هذه يقولون سعتها 5000 PSI، لكن أنا مو بالضرورة لما أشتغل بهذا السلندر سايز 7 inch أنه أقدر أوصل بها 5000، لا ممكن ماكسيمم موجود على الليبل مالته مال السلندر أوصل 2500،
لكن إذا أريد أروح أكثر لازم أصغر السلندر سايز، أروح إلى 6 إنج وصولا إلى أصغر قطر اللي هو ممكن 5 إنج أو 5.5. هذا استخدمه في لما أوصل مراحل يعني أعمق بالحفر، وخصوصا في عمليات تسميد البرودكشن كيسينج عميقة وعملية يعني ضخمة، فأحتاج ضغوط عالية، فأصغر أبدل السلندر المات بامب أخليه أصغر حتى يتحمل ضغوط أكثر، وممكن أوصل لل 4500-5000 PSI. هذا مخطط يوضح السيركوليشن سيستم. هذه المات بيتس عن طريق المات بامب يأخذ الدريلينج مات يضخه باتجاه الستاند بايب. هذا الستاند بايب يصعد على مع الدريك أو الماست مارك صعودا، وينزل عن طريق الروتري هوز السائل الحفري، يدخل إلى الدريل سترينج ويخرج من البيت إلى الفراغ الحلقي، يرجع عن طريق الفلو لاين أو الروتيرن لاين هذا اللي تشوفوه إلى الشيكرات، وبعدين إلى معدات العزل الأخرى اللي هي ديساندر ديسالدر. هاي يسموها سوليد كنترول إكويبمنت، يعني عمليات تصفية سائل الحفر من فتات الصخور الكبيرة، وبعدين الحبيبات الأصغر عن طريق الديساندر والديسالتر إلى أن يروح لصافي يرجع إلى المد سيستم، وهكذا أضخه مرة ثانية. طبعا المد إنجينير يظل يعالج الدريلينج مد بمعالجات حتى يحافظ على خواصه، ممكن يضيف للطين جديد فريش حتى دائما يكون عندي حفر بكفاءة جيدة. المد جدا مهم كآيتم جدا مهم لعمليات حفر كفوءة. هذا الشيكر هو أحد شيل شيكرز، أحد أجزاء السوليد كنترول إكويبمنت للدريلينج فلويد. طبعا يعبر من هذا الجهاز اللي هو جهاز يولد اهتزازات، وبي فد ألواح مثقبة احنا نسميها سكرينز بحجوم مختلفة الثقوب طبعا حسب حاجتي. يعني انا داحفر هذا السكشن اتوقع الكاتينج والحبيبات خشنة بها ساند، فاسوي مش سايز يعني اكبر من امشي باعمق بالحفر بالسكشنات، اغير المش سايز الى اصغر وهكذا. فبعد الشيكرز اكو ديساندر وديسالتر هم تصفي اكثر واكثر إلى أن يوصل الطين نظيف إلى الخزانات، خزانات الضخ اللي بدأ منها بالبداية. هذا الشيل شيكر. طبعاً سوليد كنترول إكويبمنت أيضاً موضوع يعني شوي واسع، فأنا فقط اختاريت الشيل شيكر اليوم حتى أشوفكم جزء من هذا السوليد كنترول إكويبمنت سيستم. هذا الهويستينج بدينا السهناء هويستينج أو ليفتينج سيستم. طبعاً يتكون من يعني الوظيفة الرئيسية للهويستينج سيستم هو لرفع وتنزيل خيط الحفر في البئر. يعني يبدي بالديدلاين أنكر اللي هو موجود على الريج فلور، يمر على الكراون بلوك، يصعد هذا دريلينج لاين من الديدلاين أنكر، ينزل في الترافلينج بلوك يعني شون تخيط مخيطي يعني، وبعدين يرجع للدرورك. هذا اللاين اللي تشوفوه اكو صورة على اليسار اللي احنا نسميه الفاست لاين. الفاست لاين هو الخيط اللي يتحرك بين الدرورك وبين الكراون بلوك والترافلنج بلوك، والديد لاين هو ما يتحرك. هذا وظيفة الديد لاين فقط اعرف من الهوك لود يعني التنشن على الموجود على خيط الحفر. ف الهويستينج سيستم قلنا يتكون من الترافلينج بلوك، كراون بلوك هاي بالأعلى، والدرو ووركس اللي هي فد درام أو فد سبول كبيرة راح نشوفها بالسلايد القادم، تلف تنطينة وتاخذ تلف على عليها يعني على نفسها خيط الحفر اللي درلينج لاين. هاي الدرو وورك يعني الهويستينج ميكانيزم اون درلينج ريك، هي اللي تقوم بعمليات الرفع والتنزيل في جهاز الحفر. هاي بيها ماطورات، عادة ماطورين A و B، فإذا يعطل A البي موجود كاحتياط،
وهي عادة يشغلون الماطورين حتى لا يصير حمل على ماطور واحد ويعطل، وهذا دائما نحافظ عليهم يعني يكونون بصورة جيدة. البلو اوت بريفنترز، هذه البلو اوت بريفنترز البي او بيز يعني هي فد جزء مهم جدا في جهاز الحفر، لازم مثل ما ذكرت انا دائما اتاكد انه هي شغاله بصوره صحيحه، مفحوصه بصوره صحيحه وجاهزه للعمل في اي وقت. فالبلو اوت بريفنترز تتالف من الانيولر، من البريفنتر اللي هي الجزء العلوي اللي هي يعني خلينا نقول فد جهاز شلون نقول يعني طاسة كبيرة خلينا نقول. بعدين الرامز اللي هي البي او بي رامز بها نوعين، يا اما بايب رامز تغلق على البايبات او بلايند رامز تغلق على البئر اذا كان ما في اي بايبات، او شير رامز. شير رامز اذا كان ببايبات البئر وصار عندي، هاي خصوصا يستخدمون الشير رامز في العمليات البحرية، عمليات الحفر البحرية لو صار عندهم well control incident ويريدون ينهون المشكلة يغلقوا على السترينج، يقطعون السترينج ويسوون سيل 100% وينهون المشكلة بالبئر ويتحركون إلى موقع ثاني. بعدين عندي السبول، ممكن هذا السبول أو احنا مرات نسميها المد كروس، هذه تعطيني فد outlets، وحدة للكل لاين وحدة للتشوك لاين. فالانيولار بريفنتر رامز تشوك لاين كل لاين والتشوك مانيفولد هي مجموعة خوانق أقدر عن طريقها أتحكم بعملية القتل وأوجه السائل أو الكيك اللي تجيني من عن طريق التشوك لاين إلى التشوك مانيفولد أوجهه وين أرد أودي. إذا كان بماد ممكن أرجعه أصفيه عن طريق المادي جازر البور بوي. أكو يعني أنا مثل ما ذكرت ما راح أتعمق في هذا المجال لأن موضوع جدا واسع ويحتاج لكورس واحدة الويل كنترول. فهذه الأجزاء الرئيسية للبلو أوت بريفنترز أو الويل كنترول إكويبمنت. المود لوج يونت، المود لوجينج يونت فد منظومة جدا مهمة في جهاز الحفر. أعتقد ماكو أي عمليات حفر تجري في العالم إذا ماكو بها مود لوجينج يونت، يعني من النادر. فالمود لوجينج يونت هي مجموعة سنسرات ويشتغلون بها طبعا داتا انجينير ومود لوجر، ممكن الجيولوجيست يكون موجود بها. هي فد يونت تقيم لي معلومات الحفر، ممكن تقيم الليثولوجيز او تسوي ديسكريبشن للليثولوجي، قطع الصخور اللي عائده الى السطح، راح يعطيني خبر المود لوجر او الداتا انجينير او جيولوجيست انه هذا لايمستون، هذا هنا فاجي لايمستون يعني دولومايت، هذه الطبقه صار بها ار او بي، صار سريع معدل الاختراق لان هي دولومايت. فكثير من المعلومات احصلها عن طريق المد لوجينج، بالاضافه الى مراقبه الدريلينج باراميترز. الدريلينج باراميترز هي الويت اون بيت، روتيشن بير مينيت، والتورك، الفلو ريت، الار او بي اللي هي ريت اوف بنتريشن معدل الاختراق، والبرجر. فهذه الدريلينج باراميترز جدا مهمه اراقبها دائما لضمان حفر بكفاءه عاليه. وعن طريق طبعا فرضا المد لوجر يتصل بي يقول عندي تغير بالضغط، البرجر كان 1500 صار 1100، اذا اكو مشكله، يا اما صار ثقب بالدرل سترينج احنا نسميه واش اوت، او النوزل بالبت وقع، او صار عندي مشكله على السطح يعني فد مشكله او لوسز ممكن يصير. زين خابرني يقول لا البرجر زاد عندي، كان 1500 صار 2000، اذا يا اما صار عندي بلاد نوزل يعني نوزل من النوزلات مال بت انغلق، او ممكن هول كليننج ايشو صار عندي باك اوف بالانيولاس يعني قام يهدم البير وطاني هذا الضغط. فلازم من تصير تغيرات بهذه الامور بالباراميترز لازم اتحقق منها قبل ما استمر احفر، يعني اعرف شنو مصدر المشكله واحلها اعالجها يلا ابدي احفر. اما اذا ما لقيت شيء فذاك الوقت ممكن يصير قرار انه اسحب خيط الحفر الى السطح، درل سترينج بول اوت اوف هول
تو انفستيجيت حتى اشوف شنو صار عندي، واش اوت اراقب خلال السحب، جوينت جوينت، كونكشن كونكشن، او بت نوزل مفقود او مغلوق يعني بلاج، وهكذا. طبعا الهدف من المد لوجينج هو قلنا ديسكريبشن للليثولوجي، مراقبه البارامترات، وممكن يعني حتى حساب البوروسيتي بيرمالابيلتي من بعض الداتا اللي تتوفر لي على السطح. ممكن يعني اقيم المكمن من ناحيه الاويل شوز اللي تطلع لي على السطح مع الفتات الصخور، المد لوجر او الجيولوجي يقول لي هذا المكمن مشرف او اي تكوين، يعني احنا عندنا سامي مشرف او زبير او هكذا، يعني هم الجيولوجي يعرف له انواع النفوط واللون الصخور اللي تطلع على السطح. السنسر دريلينج ريك سنسرز، هذا موضوع جدا ايضا مهم. السنسر دائما لازم نتاكد انه شغال بصوره صحيحه. طبعا السنسرز تكون ممكن للسنسر للعمق، اعرف انه العمق مات حاليا ايش قد، دائما يكون كالبريتد ودقيق لان العمق جدا مهم، اكون متاكد منه شغال بصوره صحيحه. الفلو ان تراكينج سنسر انه ايش قد ضخ للبير سائل حفر باي معدل، يعني مثلا 500 جالون بير مينيت، او احنا بوحدات معينه مثلا 1000 لتر بير مينيت اللي هو 1 كيوبيك متر، لازم اعرف ايش قد اضخ وايش قد اني بحيث مخطط انه اضخ وايش قد حاليا اضخ. البريجر تراكينج سنسر ايضا هذا السنسر جدا مهم، مثل ما قلت البريجر اي تغيرات بالضغط عندي لازم اتحقق منها، فلهذا اتاكد انه السنسر ما الضغط والجيجات كلها شغاله بصوره صحيحه. طبعا البريجر اكو سلايد بعدين شلون نعرف ان البريجر مالتي صحيح او مو صحيح، عندي حسابات اسويها يسموها البريجر لوس، فراكشنال بريجر لوس، يعني كالكوليشن، حسابات فقدان الضغط الاحتكاكي من خلال ضخ سائل الحفر، اعرف البريجر لوس بالسترنج ايش قد، البريجر لوس بالانيولوس ايش قد، البريجر لوس من النوزلز مال بت ايش قد، فاجمعها كلها البريجر لوس مالتي الكلي او التراكمي مثلا 1500. طبعا الضغط اللي نشوفه على السطح هو نتيجه البريجر لوس، من نتيجه الاحتكاك اللي يصير بين سائل الحفر وبين الاسطح اللي يواجهها خلال رحلته من السطح الى السطح. ف عن طريق هذه الحسابات وسوفت ويرات طبعا موجوده تحسب لنا هذه الحسابات وتعطينا اياها، يعني قبل كنا نسويها بالايد، هسه سوفت ويرات موجوده بس اعطي ديتا يعطيني الضغط المتوقع ايش قد، وقارن على اساسه مع الاكتوال. الفلو اوت طبعا عن طريق هذا السنسر اعرف انه انا دا اضخ ب 1000 لتر بير مينيت، دا يرجع لي 1000، اذا دا يرجع لي 500 عندي لوسز، اذا دا يرجع لي 1500 معناها عندي ممكن كيك. طبعا هم اتاكد من السنسر انه شغال بصوره صحيحه، بعض الاحيان قراءات مو صحيحه لان السنسر مو شغال بصوره صحيحه، بس لازم اتاكد. الدريل مونيتور سنسرز اللي هي التابع للدريلينج باراميترز، هذه هم طبعا سنسرات لازم دائما شغاله بصوره صحيحه. البيت مونيتور سنسر، هذه السنسرات موجوده على التانكيات او مات تانكس، تعطيني الحجوم بالبارلز او بالكيوبيك متر او واتفر يونت يعني اني اريدها، تعطيني الحجوم في كل تانكي ايش قد الحجم. هذه تفيدني طبعا ايضا بمراقبه البيت جين او البيت لوس، يعني اذا صار عندي لوس عندي لوس، اذا بيت جين يعني صار عندي كيك لمراقبه البئر. جاز ديتكشن سنسرز، هذه لازم دائما كالبريتد وشغاله. اكو جهاز اسمه او فاسيلتي اسمه كروماتوغراف، والغاز ترين او التوتال غاز ديتكترز موجوده بالمد لوجرز، دائما يحافظ على هذه السنسرات شغاله بصوره صحيحه. طبعا تركيزنا حيكون على غازات الميثان والبنتين والبروبان، يعني نحن نسميها من السي 1 الى السي 5، فهذه دائما الديتكشن سنسرز للغازات دائما تكون
شغالة بصورة صحيحة ومتأكد منها. الأشتو السنسر ذكرناه بالبداية، كان السيفتي مومنت عليه جدا مهم. الأشتو السنسر، شوفوا هذه الصورة أنا مخليها وين ممكن أوزع الأشتو السنسرز، أحطها على الفلور ممكن سنسر، بالفلو لاين الراجع مع الطين عليه أخلي سنسر، بشيم الشيكرات أخلي سنسر للأشتو أس، المد أجيتيترز أو المد تانكس أخلي لها سنسر، الديغازر ممكن أخلي لها سنسر للأشتو أس. فالأشتو أس دائما أطيفة اهتمام أكثر من بقية الغازات لأن غاز خطر، والألارمات لازم دائما تكون كالبريتد وشغالة. هذه صور للجيجات، تور جيج والسنسر، الH2S سنسر، هذا اللوت سنسر اللي قلنا موجود في الديدلاين أنكر للهويستينج سيستم، هذا عن طريق يعطيني اللودات والتنشن الموجود بدرل سترينج. البرجر جيج سنسر هذا نشوفه أمامكم، دريلر كونسول اللي هي كابينة الحفار، طبعا كابينة الحفار المكان اللي يشتغل به الحفار. طبعا هذه الكابينة تحوي على الكثير من الجيجات والأزرار اللي عن طريقها الحفار أو الدريلر يسوي كنترول لجهاز الحفر خصوصا على الريج فلور. فراح تشوف بالدريلر كونسول الويت انديكيتر، فد يعني جيج كبير نوعا ما مقسم الى مثلا 500,000 باوند، عن طريق نشوف وزن السترينج ايش قد انا مخلي ويتون بيت. ممكن هذا الجيج طبعا هم يعني موجود جيج الكتروني يساعده هم يعطيني الويتون بيت او التنشن، لكن الرئيسي هو هذا الويت انديكيتر احنا نسميه مارتن ديكر اللي هو يعطيني معلومات اللود اللي موجوده بالسترينج والبيك اب ويت سلاك اوف ويت وامور اخرى. روتري تورك ايش قد التورك اللي حاليا عندي لما ادور السترينج مالتي احفر او بدون حفر ايش قد التورك اللي عندي، ممكن تلقاه بالامبيريه يعطيك او ممكن بالفوت باوند يعني حسب جهاز الحفر شنو متوفر الجيج. التونج تورك نفس الشيء، لما اسوي رابط بالطريق عن طريق التونج المانيوال تونج هم يعطيني فد فكرة انه ايش قد التورك او ايش قد ارد اطبق. اني مثلا الدريل بايب اربطه ب 20,000 فوت باوند تورك، فعن طريق هذا الجيج اوصل 20,000 خلاص الربط انربط الدريل بايب، لازم دائما يكون يشتغل بصورة صحيحة هذا الجيج. الريتين مود فلو طبعا الحفار دائما لازم عنده قدامه يعرف ايش قد يرجع له سائل حفر حتى يعرف عن طريقه، والالارمات يسيتها اذا صار عنده لوسز او كيك عنده الارم المفروض يدق. فهذا الريتيرن مود فلو جيج لازم شغال في غرفه الحفار. الروتر سبيد الار بي ام للتوب درايف او الروتر تيبل يطلع له جيج ايش قد حاط ار بي ام، وانا احتاج احفر هذه الطبقه ب 100 ار بي ام فهو يحط لي 100 ار بي ام عن طريق هذا الجيج. المد بامب اس بي ام، اكو مد بامب 1 مد بامب 2 او 3 بعض الاحيان باك اب، فهذا دائما تعطيني عدد الستروكات اللي انا مخليها او مجهزها من هذا البامب حسب احتياجي ايش قد اريد وحسب الدريلينج بروجرام. ستروك كاونتر يعطيني عدد الستروكات الكليه اللي انا ضاخها حاليا، يعني خلال 5 دقائق انا ضخيت مثلا هذه الكميه من سائل حفر بهذا العدد من الستروكات، فهذا الجيج يعطيني عدد الستروكات الكليه. الدريل بايب بريجر ايش قد الضغط حاليا، الستاند بايب بريجر او الدريل بايب بريجر، هذا طبعا جدا مهم هذا الجيج عن طريق اعرف انه البريجر مالتي ايضا صحيح اوكي كل شيء تمام. طبعا الدريل بايب بريجر جهاز الحفر موجود باكثر من مكان على الريج فلور وحتى على المد بامب نفسه، اذا تروح على المد بامب تنزل من منصه الحفر من الريج فلور راح تلقى على المد بامب دريل بايب بريجر، فدائما نشيك هذه البريجرات كلها شغاله بصوره صحيحه وقيمها متساويه. المد ويت انديكيتر يعطيني ايش قد المد ويت مالت الدنسيتي، الحفار ايضا من مسؤوليته يعرف لازم ايش قد انا مستخدم مد ويت في هذا السكشن، مثلا 1.3 اس جي او سبيسيفيك جرافيتي، لازم دائما يتاكد انه المد ويت صحيح اللي يضخه للبير. كيسنج بريجر
ايضا جيج للضغط الانيولوس، ديفيشن مد فوليوم، اذا اي شيء صار تغير بالمد فوليوم بالبيتس او التانكس تانكيات راح يعرف الحفار. المد فوليوم توتلايزر هذا ايضا لمعرفه كميه الطين الموجوده عنده في السيستم. الستاند تالي ايضا بعض الرقات عندهم هذه الخاصيه انه يوضح لك تش كم ستاند حاليا عندك بالبئر، يعني بايبات طول. تشارت ريكوردر هذا فد تشارت ريكوردر، يعني بعض الابراج حاليا ما عندهم هذا التشارت ريكوردر، هو فد تو بين تشارت، يعني بيها قلم يعني يسجل معلومات عن الحفر، الار بي ام، التورك والعمق وامور اخرى. يعني تريب تانك عن طريق هذا التريب تانك ممكن افول دائما نقول شغل التريب تانك خصوصا في عمليات السحب والتنزيل حتى اخلي الانيولس دائما فول اوف مد لاغراض يعني للسيطره على البير حتى لا يصير عندي ويل كنترول، لان بالسحب اني من دا اسحب هذا فوليوم دا اسحب اني سترينج يعني الستيل دا سحبه فدا اطلع فد فوليوم من البئر، فالانيولس الليفل بالانيولس المد راح يقل. فشلون اعوضه؟ اعوضه عن طريق طين اخذه او سائل حفر اخذه من التريب تانك اخلي بير دائما مليان. الستروك كاونتر هذا ذكرناه، والتريب تانك بامب اشغل عن طريق هذا البوتون او الفد يعني زر عند الحفار يشتغل التريب تانك الموتور مالته يفول منه البير.